يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. وبينا أن كلمة تنقمون منا أي تكرهون أو تلومون عليها أو تؤاخذوننا على أن آمنا. فهل إيماننا بالله وإيماننا بما أنزل من الكتب وإيماننا بالرسل هذا مما يكره؟ إن كان ذلك مما يكره الموقف يبقى إيه؟ والله إن كنتم تعرفوا إن ما يكره نسألكم أنتم بتنكروا علينا دي ليه؟ لا شك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة في أذهانكم، وإلا لو كانت واضحة في أذهانكم ما كرهتم أن آمنا. يبقى إذا حتة الإيمان بالله مش عندكم بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله. وأيضا وده دليلها إيه؟ دليلكم أنكم أنزلتم الله منزلة لا تليق بكماله فجسمتموه، وقلتم حتى نرى الله جهرا، وقلتم الله فقير، وقلتم يد الله مغلولة. يبقى إذن أنتم كرهتم لنا أن نؤمن بالله إيمانا يليق بكمال الله لأنكم لم تؤمنوا بالله ذلك الإيمان، وإلا لو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل أنكم حرفتموه، ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم، يبقى أنتم طبعكم لمختل. وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم طيب بتكرهوا كذا ماذا تملكون لمن تكرهون؟ تملكوا لنا كرهتونه ماذا تصنعون بنا؟ لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء. إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم؟ يبقى أنتم بتكرههم ولا فيش عندكم قدرة تكافئوننا على الكره، لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة الكافية على أن يعمل إيه؟ يبقى أنتم كرهكم ملوش إيه؟ ملوش قيمة. وإذا كنا نجاريكم، والمجاراة لون من جدال الخصوم. معنى المجاراة يعني يجي واحد يجادلك يقول لك انت كذا كذا، قول له هب جدلا اني كذا. ماذا يعنيك انت؟ انا ما بسلمش. يقول لك واحد انت بخيل، يقول له هب جدلا اني بخيل، لا اناقشك في اني غير بخيل، ولكن هب جدلا اني بخيل. فماذا يعنيك من هذا؟ يعنيك ان مالي ما يتعداش لك؟ ادي المسألة. يبقى اذا دي اسمه ايه؟ فرضا او جدلا. فهو بيقول طيب حنسلم انكم بتكرهونا وان كرهكم ده له رصيد وتقدروا تأذوني. شر منه بقى ان ربنا هو اللي هيأذيكم. يعني ان كان ده هتعتبروه شر يلحق بنا، وان كان ليس فيه شر انما حجاريكم. انتم بتكرهونا والكره ده هيؤدي بكم لانكم تعملوا بيها شر. خلاص؟ نشوف بقى لما تنكرهم انتم من الله ومن اتباع الله يعمل فيكم ايه؟ يبقى يعمل فيكم شر. الشر اللي يعمله فيكم ده يبقى يناسب ولا لا ويقدر عليه؟ يبقى انتم اشر منه. يبقى انتم على فرض اننا شر في ذلك يبقى انتم شر منه. ليه؟ لان الذي يكرهكم يملك ان يعاقبكم بما شاء، وانتم حين تكرهوننا لاننا على شر هنسلم جدلا انتم ما تقدروش تعملوا لنا حاجه. يبقى الصفقه خاسره من مين؟ مع مين؟ معكم انتم. فلذلك قال قل، أي ردا عليهم، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ سلمنا جدلا أنكم تعتبرون ذلك شر، ولكنكم لا تملكون أن تجازون عن الشر بشيء. فأنا أخبركم بشر من كده. إيه شر من كده؟ إن العقوبة اللي ربنا يعملها بكم وقادر على إنزالها هتبقى أكتر من مين؟ ده على فرض إنها شر، اسمها مجارات الايه؟ مجارات الخصم، عشان ما تدخلش وياه في ايه؟ في جدل.
ولذلك يعلمنا الله ذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخصومه اللي يريد ان يهديهم الى منهج الله ماذا يقول لهم؟ وان اي رسول الله ومن معه او اياكم يا خصومي لعلى هدى او في ضلال مبين. ده هي المسألة مشققة. ان او اياكم لعلى هدى، ده انت على هدى قطع وهم على ضلال بالقطع. نقول اهو واحد منا يبقى على ضلال، واحد منا يبقى ايه على، واحد منا مش على الايه. فراجعوا انفسكم كده وشوفوا احنا بندعو الى قيم معترف بها ولا ما بندعوش. هتلاقي احنا اللي على مين؟ على الهدى. لكن لا يقول انا على هدى وانتم على ضلال، ما قالش. احنا قال الهدى والضلال لا يجتمعان، واحنا متناقضين احنا وانتم، احنا واحنا وانتم على هدى او على ضلال. فمن اراد ان يميز بقى يحكم عقله في الايه، في المساله. لما يحكم عقله في المساله يبقى يشوف ايه، مين اللي على هدى ومين اللي على ايه ومين اللي على ضلال. اسمها مجارات الايه، مجارات الخصم. ما تناقشوش في اصل الدعوه ولكن سلموا مجادلة. خلاص يبقى احنا مش متفقين وياكم، واحد منا على هدى وواحد على ايه. اقعدوا بحسب انتم كده وشوفوا، ستجدون حيثية ضلالكم قبل ان تجدوا حيثية هدانا. تجدوا حيثية ضلالكم قبل ان تجدوا حيثية ايه، حيثية هدانا. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة. طب هو بشر من ذلك نقول عقوبة بقى، ازاي يقولها مثوبة؟ ده المثوبة دي ثواب. اهيد اللي اسمها قلناها امبارح، اسمها برضو زي فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، وهل العذاب الأليم مما يبشر به؟ لا، ده العذاب الأليم ينذر به. ولكن كما قلنا الأسلوب القرآني يعطي النفس المخالفة لونا من الانبساط ثم يعطيها اللون المتابع له من الانقباض. لماذا؟ ليكون ذلك أبلغ في الانقباض. وضربنا لكم المثل بالإنسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس، وبعد ذلك لو أن الحارس قال له لا ماء، لا ماء مش هجيب لك، كانت المسألة يأس وانتهينا منه. يأس، واليأس كما يقولون إحدى الراحتين. اليأس إحدى الإيه؟ ودي معنى نفسي، لأن حتى يشوفوا الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا إعداما وقد يكونوا براءة. طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا ويوزنوه كل يوم يلاقوه عمال ايه؟ يخس. بعد ما يحكم عليه بالإعدام يبتدي يزيد. ليه؟ انتهت، ما عادش فيها فكر، خلاص ما عادش فيها ايه؟ فلو أن الحارس قال له لا ماء لك يبقى يأس وإحدى الايه؟ الراحتين. لكن يقول له حاضر على عيني، ويروح كده لحد هناك ويجيب الكوبايه ملانه ميه ويقدمها له بايده كده، ويجي هياخدها منه عشان يشربها يروح ضارب على ايده وموقع الكوبايه الميه. يبقى ايهما اذل، ان يقول له لا ماء ولا لان يعمل العمليه دي؟ اذا انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض. ايه بعدها؟ دي انكى في مين؟ اهو ساعه بيقول فبشرهم، يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجة، بعذاب أليم. الله، وهل العذاب الأليم مما يبشر؟ لا، القصد انبساط النفس بكلمة البشارة. ثم يأتي بعد ذلك ما يقول بإيه؟ بعذاب، بعذاب. وإن يستغيثوا، معنى يستغيثوا وقع عليهم لون من العذاب يستدعي إن يفوق التحمل، فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الإيه؟ العذاب. أدي وإن إيه؟ يستغيثوا. شوف الشر، يغاثوا. الله، ان يستغيثوا يغاثوا. ام قال لك بس شوف بقى يغاثوا بايه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه. الله، ساعة ما يسمع يغاثوا دي انبسط، وبعدين يغاثوا بايه؟ بماء كلبه ليشوي الوجوه. فاذا كلمة مثوبة دي علشان تديلهم ايه؟ تديلهم شيء من الانبساط. انما هي عقوبة ولا لا؟ هي عقوبة، او انهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين اعمال، واعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا واعمالهم تعطيه ايه؟ تعطيهم عقوبة. فلما كان المؤمن طرف في النقاش جاب كلمة مثوبة علشان ما يمنعش كلمة المثوبة ان طرف الايمان.
كلمة بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين، شر وخير. احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان احسن، يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الحسن، بس واحد زاد عن الاخر في الحسن، يبقى ده بنسميه افعل التفضيل. افعل التفضيل، افعل التفضيل ده يخلي الوصف موجود بس في واحد اكثر من مين؟ فلان اذكى من فلان، يبقوا اشتركوا في ايه؟ في الذكاء. فلان اجمل من فلان، اشتركوا في ايه؟ فلان اجود من فلان، يبقوا اشتركوا في الايه؟ الجود. يبقى افعل التفضيل قال عشان يدي صفه ايه؟ صفه زائده عال قوي. لكن في المقابلات بتاعه الخاص لما يجي افعل التفضيل يجي صفه زائده، لانه لكن الوصف غير الزائد في المتقابلات يبقى اقوى من افعل التفضيل. ازاي؟ لما تقول فلان احسن من فلان، لا يبقى فلان برضو حسن، لكن لما تقول فلان حسن يبقى فلان التاني ايه؟ قبيح. يبقى فلان التاني ايه؟ الله. يبقى كلمة حسن هنا لما تيجي تهجي تبقى اوقع في النفس من مين؟ لان لو قلت فلان احسن من فلان يبقى التاني برضو ايه؟ لكن لما تقول فلان حسن يبقى المقابل له ايه؟ المقابل له قبيح. هذه مسألة افعل التفضيل. لكن افعل التفضيل حينما يأتي على سورة افعل اكرم احسن اجمل اجود اشجع، كل دي افعل التفضيل. لفظين اتنين في اللغة جاءت صيغة التفضيل فيهم بس مش على صيغة افعل، على صيغة غير التفضيل، كلمة خير وكلمة شر. بس كلمة شر ورد فيها برضو افعل التفضيل. انتم ايه؟ الاشر. كلمة خير لا، مفيش اخير. يبقى كلمة خير دي مرة تيجي ويقابلها الشر ومرة تيجي ويقابلها ايه؟ الخير الاقل. فاذا كان فيه من فلان خير من فلان، يبقى دي في خير وده في خير، بس ايه؟ بس دي خير. لكن لما يقولك فلان خير يبقى المقابل له ايه؟ شر. يبقى كلمة خير ايه؟ خا وايه وليه؟ ما جبناش اخير. نقول له ايه ده بقى؟ بتأتي للوصف وتأتي للمبالغة في الوصف. طب ونعرفها ازاي بقى دي ازاي؟ ام قال لك اللي لقيت من المفضل عليه دي تبقى معناها اخير. نشوف الحديث كده النبوي يقول ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. انما مؤمن ولا لا؟ خدوا بالكم الحديث اهو، المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل يبقى ده فيه خير وده فيه خير، بس خير المؤمن القوي اكثر من المؤمن الضعيف. ده لان جت من، جت ايه؟ جت من. طب ومره تيجي بقى خير ويقابله شر، خير ويقابله ايه؟ شر. هو خير، لا ما تحسبوش خير شر لكم بل هو ايه؟ بل هو خير. لا تحسبوه شر لكم بل هو ايه؟ الله. تبقى خير دي مقابلها ايه؟ تبقى مش افعل التفضيل بقى، تبقى الوصف العادي اللي يقابله ايه؟ شر. اذا الحج علشان نعرف قالك تشوف من، تشوف ايه؟ من. فان جاءت من اعرف انها لمين؟ للتفضيل. وان ما جاتش من تقوم تعرف انها للوصف الايه العام، تقول فلان خير، ما قلتش من فلان وفلان شر، يبقى خير وايه؟ انما فلان خير من فلان يبقى ده للايه؟ للتفضيل. خلاص الكلام ده. هنا بقى هنا بيقول ايه كده؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك. شر من ذلك دي تبقى شر جت هنا ايه؟ افعل تفضيل. وهل كانوا المؤمنين في شر؟ احنا قلنا لا، ده مجاراة الخاص.
هنقول له طيب بس صدقني انه شر ولو رايكم فيهم شر، خلاص كده. لكن في شر منه اللي هو مين؟ من لا من ايه عند الله بقى، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اولئك شر مكانا. شر يبقى اولئك شر ايه مكانا؟ يبقى ما دام جاب هنا شر ما جابش بمن كذا، يبقى دي شر ودكهم ايه؟ يبقى دكهم ايه؟ يبقى دكهم خير. يبقى اذا افعل التفضيل ياتي على وزن افعل، لكن لفظا واحدا في اللغه لم يرد له افعل، وانما ورد فيه الفعل وتفضيله في لفظ واحد. فالذي يحكم بينهم هو مين؟ من التفضيليه. فان قلت خير بس يبقى مقابله ايه؟ شر. وان قلت خير وفيه من يبقى فيه مقابله برضو خير، والاثنين خير. يبقى احنا قلنا بقى طب يبقوا شر ليه؟ دول شر ليه؟ ام قال لك لان احنا زي ما قلنا انتم تكرهون ولا تملكون ان تنفسوا عن كرهكم بعقوبة لنا، ولكن الله يكرهكم ويملك لكم ايه؟ العقوبة، ويخليكم تعملوا الاعمال دي. لعنه الله، ادي اول واحد. وغضب عليه، ما هي اللعنة؟ اللعنة كما قلنا سابقا هي الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة. طيب الطرد من الرحمة ما تستلزمش كل اللي يجي ده برضو غضب عليه، ما هي تبقى برضو يقولك لا. الطرد من الرحمة ان تمنع عنك عنه خيرك، انما الله يصلح في حاله. يبقى عندك وعندك خادم وبعد ذلك ما اداش حقوق الخدمة، فانت جيت عملت ايه؟ وكان عايش كويس وبياكل وبيشرب وبيلبس وكل حاجة، انت رحت ايه؟ طرد من عندك، طرد من خيرك، انما ما تتبعتوش بايذاء، يبقى اسمك طردته من ايه؟ من خيرك ورحمتك، وهو يروح لحاله. انما تطرده وبعد ذلك تعمل ايه؟ تتبعه بالغضب، ولما يروح يشتغل عند واحد تقول له اوعى يشتغل عندك، ده صفته وده نعته وده، يبقى ده الغضب بقى. يبقى فيه فرق بين ان تطرد من الرحمه ولا تؤدي بعد ذلك شيئا الا ان تخرجه من رحمتك. الله سبحانه وتعالى بيقول ده مش هطردكم من رحمتي، ده انا هطردكم من رحمته وهعمل ايه؟ وهغضب عليكم. دوك ما فيش غضب، ما فيش ايه؟ كل واحد في حاله، زي ما نقول كده كل واحد في ايه؟ كل واحد في حاله. وغضب الله عليه، طب غضب الله عليه ما دام يغضب ربنا عليه يبقى ايه ده يا ما؟ الله، غضب المنعم، غضب الاله، من يترتب عليه في كل حركات حياته من غضب الله. اول حاجه من الغضب انه يعمل ايه؟ يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه. ما دام يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه يبقى اسمها ختم الله على ايه؟ على قلوبه. اللي جوه من الكفر ما يدخلش، واللي خارج عنها من الايمان ما ايه؟ ما يدخلش. او لذلك هيجيب شويه يعدب لك شيء. غضب الله عليه وجعل منهم القرده والخنازير. جعل منهم القرده، احنا قلنا زمان اجعل القرده اللي هو المسخ ده صحيح عملهم قرده وحيوانات؟ رأيان. قال لك يجي واحد يقول لك فما دام جعلهم قرده وخنازير ما تناسلوا ايه؟ قال لك لا، الذي لا يمسخ لا يتناسل، لان ايه ذنب اللي هيجي منه؟ طب ده اللي يمسخ ده يمسخ الى ان يرى مسخه ثم يؤخذ على طول كده وتنتهي، يبقى الصوره بس تيجي نكالا فيه وبعد ذلك يموت. يبقى ما يجيش منه بقى. ليه؟ لان ذريته مالها دي. طب هم بتوع السبت اللي اعتدوا في السبت، ولا اللي عبدوا العجل، ولا اللي كذبوا مائدة عيسى لما قالوا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، قال انا هجيبها لكم بس من يكفر منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هم دول ويبقوا ما فضلوش؟ قال لك لا، ده المسخ يجي عقوبة للممسوخ فقط ثم تثبت بالمرأة كده وتنتهي وينتهي، ما يجيش منه ذريه ولا يجي منه اي ايه اي او قرده، اي في خصال القرده الطيش خفه الحركه، واهم ما فيها بدو سوءته، يعني عوراته تبقى مكشوفه زي القرد. احنا مش كنا بنقول يا ابو كذا حمراء؟ هي دي مفضوح السوءه. يبقى قرده مسخناهم قرده، يعني جعلناهم ايه؟ مفضوحين الايه؟
مفتوحين السماء. طيب طب وخنازير؟ قال لك برضو الخنازير الشكل، ولذلك تأتيه مهما كان لونه مش عارف ابيض تلتفت تلاقيه له ايه بزحمه كده الله. وايه كمان؟ ام قال لك ويكفي ان تعلم ان صفه الخنزير الخسيسه فيه هي ايه؟ انه لا يغار على انثى، وهذه موجوده فيهم لانهم بيسرحهم كل بناتهم علشان يعملوا ايه؟ زي ما احنا عارفين. الله، يبقى اذا اما ان تجعلها مسخا حقيقيا، والمسخ الحقيقي لا يظل متماثلا ممسوقا، وانما يمسح بقدر ما يثبت للناس مسخه ثم ايه؟ ثم يموت وايه؟ وينتهي. طب جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم اللي بيعبدوا ايه؟ اللي بيعبدوا الشيطان. يعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني ما هي العبادة؟ العبادة انما هي طاعة العابد للمعبود فيما امر به وفيما نهى عنه. والشياطين بيقولوا لهم اشياء وينفذوا لهم. يبقى ما دام بيعبدوا الطواغيت دي يبقوا بيسمعوا كلامهم، يبقوا بيعبدوهم ولا لا؟ والطواغيت اللي هم من بقى الذين يزينون لهم الشر، الذين يزينون لهم النفاق، الذين يزينون لهم اكل السحت، والذين يزينون لهم الاسم ويطيعوهم في هذا، اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. شر مكانا، شر مكانه ده الواقع بتاعه، لعلهم بعد ذلك يسلكون سبيلا. قال لك واضلوا عن سواء، يعني ما فكروش بانهم يمشوا في الطريق الايه؟ في الطريق السليم الآن. كلمه بقى وعبد الطاغوت هنا بيقول ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، اي ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الايه؟ الطاغوت. تبقى معطوفة على الايه؟ صلة الموصول. اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. واحنا قلنا الضلال هو الغفلة عن مسار الهدى الموصل للحق. واحنا قلنا كلمة سواء السبيل، سواء يعني ايه؟ السواء هو الامر المستوي، وقلنا السبيل الطريق الموصل للغاية، وقلنا ان الاسلوب العربي جاي عشان يخاطب العرب، والعرب كانت طرقهم تعلمون اما ان تكون في صحاري فيها رمال كبيرة، واما ان تكون بين جبال، فساعة يجعلون لهم طريقا محددا يسيرون فيه معبد كده، اللي يمشي فيه علشان ينجو من العقبات اللي تبقى على اليمين او العقبات اللي تبقى على الشمال، يقوم يمشي في ايه؟ يمشي في الوسط. يمشي في الوسط لانه الجائز انه يمشي على الحتة غير على طرف كده المعبدة، يقول جرف هار ينهار به هنا، او جرف هار ينهار به هناك، او ان كان بين جبلين ان جه كده صخرة ايه تصدم، يقوم يعمل ايه؟ يمشي في سواء السبيل، يعني القصد ايه؟ المتواصل. لذلك قلنا لكم هناك قال انه كان له قرين يقول وانك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون، او ابا ويقعد كده، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني وسطه، مش قريب من الحف عشان نقول يمكن يعني يطلع، لا ده في الوسط. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم، ما هو اللي اتخذوا بقى دينكم هزوا ولعبوا، لما تقوموا للصلاة يقعدوا يقلسوا عليكم. قال إذا جاءوا دخلوا بالكفر، إذا ظرف، إذا فساعة دخلوا كان معهم الإيه؟ الكفر. ولما قعدوا عند النبي وجم يخرجوا برضو خرجوا بمين؟ خرجوا بالكفر. يعني كأن الكفر لازمهم داخلين، وإيه؟ يعني أعدهم عندكم لم يزدهم إيه؟ ما جابش لهم إيمان. تعالوا ليه؟ قال لك لأن من الممكن جدا إن واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج إيه؟ مؤمنا.
فضالة اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة ما، وبعدين فضالة قال انا رايح اقتل الراجل ده. فلما راح لحد والنبي مسه كده قال لقد جئته وما في الارض ابغض الي منه، وانا اتركه وما في الارض احب الي منه. مسته العناية، يبقى دخل بكفر وخرج بايه؟ وخرج بايمان. لكن دول عملوا ايه؟ دخلوا بالكفر وايه؟ وخرجوا بالكفر. يعني الدخول ما زادهم شيء، يبقى كأن الدخول كان ايه؟ نفاقا، بدليل ان الله يعلم ما ايه؟ ما يكتبه، من ان الدخول ده كان ايه؟ اذا جاءوكم قالوا امنا، يقول لهم لا انتوا دخلتوا بكفر وخرجتوا بايه؟ وخرجتوا بكفر. طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر، يبقى اذا ما استفادش من الدخول، ما استفادش من الدخول. ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا، كان يكتم ان الدخول ايه؟ ان الدخول نفاقا. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر، اي متلبسين بالكفر، وهم قد خرجوا به. طب يقول جاءوكم وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به، جاءوكم دخلوا بالكفر وخرجوا به، انما جابهم، قال لك لان اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس، لان في كتير دخلوا بالكفر وخرجوا بالايمان. فلما يقول هم يبقى دي خاصيه بمين؟ خاصية لهم هم، لأنهم كانوا يكتبون أن دخولهم وقولهم آمنا كان نفاقا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.